بسم الله، السلام عليكم. انا سهام الرابحي. انا خويا عندي 3 الوليدات، كنتلاوط على وليداتي، كنبيع غير كنينه في الزنقه. خرجت ليا بنتي من الدار، هربات ليا من الدار. بنتي كانت معامله ديالي بيني وبينها مزيانه، كانت معامله زوينه، كانت حنينه فيا، كانت حنينه فيها، كنبغيو بعضياتنا انا وياها. ما يشي بحال ام وبنتها، اكثر من ام وبنتها، بحال شي وحده مع صاحبتها. دابا حاليا بنتي خرجت، انا ما عرفتهاش فين كاينه. كيقولوا لي الناس راه كاينها في سباته مع شي واحد ولد سباته، ولكن انا ما شفتش بعيني وما مأكدش من هاد الهضره. بنتك شحال في العمر ديالها؟ بنتي عندها دابا 15 عام، في هاد الشهر جوج اللي دخل غتكمل 15 عام. ودابا حاليا انا ما عارفاهاش فين ما قالوا لي كاينه في شي بلاصه كنمشي لها. قالوا لي كاينه في سباته كنمشي ليها، قالوا لي كاينه في الحي الحسني، قالوا لي كاينه في مشيت للمديونه، مشيت للرشاد، مشيت البارح للتشارك، مشيت لداك مرشيش فين كيقولوا لي، مشيت لحي النور، ما خليت حتى شي بلاصه ما خليتها. مشيت للسالميه، مشيت للتشارك، لحي مولاي رشيد، العين السبع، حتى شي بلاصه فين ما قالوا لي بنتك راه كاينه. كنمشي ندي التصاور وكنمشي نقلب تما، ما كاينهاش وما كاينش عليها شي خبر والو. وانا دابا كنطلب منكم الله يجازيكم بخير والله يرحم الوالدين. واش ما سولتيش صحاباتها؟ سولت اخويا صحاباتها، اللي سولته كيقول لك انا ما حنا ما عرفناش فين كاينه. وهما اصلا صحاباتها اللي فاش كيتلاقوا معايا في الزنقه كيقول لي يا خالتي فين هي هبه، ما بقاتش هبه كتواصل معانا. وانا دابا حاليا ما عرفتش بنتي فين كاينه. كنطلب من المغاربه الله يجازيكم بخير والله يرحم الوالدين، الا لقيتوا بنتي ولا لقيتوا هبه اتصلوا بيا، اتصلوا بالبوليس، حيت انا ديزا ديكلاراسيون عند البوليس، انا مديكراري عند البوليس. الا بغى شي واحد يتواصل بالبوليس راه هما كيقولوا لي لا لقاوها ولا شي حاجه راه يتصلوا بينا. واش هيبه الايام الاخيره كانت العلاقه معكم عاديه؟ كانت العلاقه عاديه بخير بخير، ما كاينش شي مشكل في الدار، ما كاين حتى شي مشكل بيناتنا في الدار، بينا وبينا عادي، حنا بينا وبين هيبة عادي، حيت ما عندناش حنا اصلا اللي دير لنا المشاكل. انا عايشه انا وليداتي ثلاثه. الاب ديال هيبة؟ الاب ديال هيبة ميت في 2012، دابا 12 عام تقريبا باش ميت، وانا بقيت مع وليداتي هنايا. ما قدرتش بزاف الناس كيقولوا لي تزوجي هادي، وانا ما قدرتش نزوج على وليداتي، ما قدرتش نخلي ولادي مشردين ونتزوج. انا خدامه على ولادي، كنتلاوط عليهم، كنسعى عليهم في الزنقه، كنبيع عليهم كنينيكس، كنخدم عليهم في الديور، كندير عليهم بزاف د الحوايج، بزاف د المسائل كنديرهم على وليداتي. انا حاليا دابا كيتسني الماء وكيتسني الضوء، كتسني شهرين ديال الكرا. غير البارع عيطات ليا مولا الدار، حيحات عليا، قالت لي صيفطي ليا فلوسي انا مريضه ومحتاجه فلوسي. قلت لها اختي راه ما عنديش، كنقلب على بنتي. قالت لي انا ما سوقيش في قلبي ولا ما تقلبيش عليها، واقسم لكم بالله ما كنكذب عليكم في هذه الهضره، ديني حرام عليا ما كنكذبش في هذه الهضره. الا قالت لي انا ما شغليش، انا بغيت رزقي، بغيت فلوسي، انا كاريه لك باش تعطيني فلوسي، ماشي كاريه لك انا باش تقولي لي انا كنقلب على بنتي. قالت لي انا كون كتمني منك انا ما نقلبش على شهرين ونص وهي غابره، نقلب على يومين ثلاث ايام ونجي نجلس. ولكن اخوتي انا شنو غندير؟ راه كل واحد راه عنده كبيته، كل واحد راه عنده وليداته، راه حتى شي واحد ما كيقدر يفرق ما بين وليداته. هبه خرجات مع الهاتف ديالها؟ هبه خرجات معها التليفون ديالها، ولكن ما بقاش عندها التليفون ديالها. ضرب عدات تقريبا شي سيمانه كنصونيو ليها طافيه تليفونها، كنصيفطوا لها في الواتساب طافيه النمرات الواتساب، ما كتواصلش معانا، ما كنتواصلوش معاها، كتواصل مع شي واحد في الفيسبوك، ولكن من واحد المده صافي هو يتقطع الفيسبوك كاع، تقطعت المكالمه بينها وبين هذوك اللي كانت كتواصل معاهم. دابا حاليا ولد خالتي دخل الفيسبوك، والبارح قلت لي دخل لي الفيسبوك شوف لي، دخل قال لي ما بقاش عندها التليفون، ما كاينش عندها التليفون. من 13 في شهر 12 ما بقاتش لاحت في الفيسبوك، ما بقاتش كاع دخلت الفيسبوك. ايوا هذا الشيء. واه ما تكونش زعما عند العائله؟ ما كايناش اخويا عند العائله، راه امي مسكينه، امي مسكينه راه مألمه اكثر من القياس. امي كتعيط ليا في الليل، كتعيط ليا في النهار، عمامها وجدها وجداها وداك الشيء، عائله باها ما كيسولوش فيها، عندها عمامها في عين السبع ما كيسولوش فيها، عندها عائلتها كاع ما كيسولوش فينا كاع. كنا كاينين غير عائله امي، كاينين خواتاتي جوجات، كاين اختي مريضه معاقه، وكاين همي. صافي هذا الشيء اللي عندي انا في العائله، هاد الشيء اللي كيسول عليا وهاد الشيء اللي كيسول فيا، وبالخصوص كتسول فيا غير امي كاع، حتى خواتاتي ما كيسولوش فيا، ما كيتسوقوا لياش،
ما كيعيطوش ليا حتى في التليفون يقول لي واش لقيتي بنتك ولا ما لقيتيهاش. مي بوحدها اللي هز ليا همي، وانا بوحدي اصلا بوحدي اللي كنقلب على بنتي، ما كيقلب معايا حتى شي واحد، ما كيقلب معايا. انا كنضل ضيعه من الصباح حتى الليل، كنضل ضيعه من 9 الصباح، ما كنجي حتى ل 10 ل 11 الليل عاد كنجي. ربي بوحدو اللي عالم عليا. كاين بعض المرات كنخرج بلا فطور، كاين بعض المرات كنخرج بلا غدا، ما كناكلش كاع، كنضل ضيعه النهار كامل حتى الصباح الشمس تضيعه في الزنق. فين ما قالوا لي كاينه، قالوا لي راه كتكون هكا كنمشي، هكا كنمشي، كتبان لينا هنا اي واحد كيقول لي راه شفتها هنا كنمشي، وما كنلقى حتى شي حاجه. كيتفلوا عليا عباد الله، كيستفزوني، كيهزوا النمره التليفون، كيبقاو يعيطوا لي يقولوا لي راه شفناها هنا، شفناها هنا، شفناها هنا، ولكن ما كاينه حتى شي حاجه، ما كاينه غير هضره ديال عباد الله، هضره الناس الله يهديهم. حاولت اخويا ديكراريت عند البوليس، ديكراريت في الكوميساريه ديالنا ديال الجميعه اللي تابعه البولو، ومشيت عاوتاني مشيت للجمع الشارع القدس، الحي مولاي عبد الله، الولايه الكبيره ديال شارع القدس، حتى هي ديكراريت فيها تما، ومشيت لهذيك ديال سيدي عثمان، الولايه تاهي ديال سيدي عثمان الكبيره، حتى هي تصنتوا ليا وخداو من عندي التصويره، ومشيت للكوميساريه، واحد الكوميساريه صغيره ديال سباته كيقولوا لها الكتريام، حتى هي مشيت ليها وديك راريت فيها، قالوا لي يا اختي لا بانت ولا تواصلنا بها ولا شي حاجه، راه غنعيطوا لك، ولكن لحد الان باقا ما كاينه حتى شي اخبار، ما كاين. وفاش طلبوا مني الدوسي، طلبوا مني البوليس الدوسي، مشيت لبن مسيك طلبوا مني الدوسي، جيت الكوميساريه ديالنا قلت لهم عطوني النمره ديال الدوسي، قال لك حنا ما غاديش نقدروا نعطيوك النمره ديال الدوسي، عطينا الشهر والنهار اللي مديكراريا فيه. قلت لهم اخويا انا ما عقلش على الشهر والنهار، انا مديكراريا نهار السبت بالليل، ولكن ما عقلش على هذوك اللي مديكراريا عندهم. قال لك حنا ما عندنا ما نديرو لك، حنا ما عندنا ما نديرو لك، خصك تعطينا عند هذوك اللي ديكراري عندهم، خصك تعقلي عليهم وتعطينا النهار اللي ديكراري فيه باش نجبدوا لك الدوسي. هيبه الا كانت كتسمعك دابا، الا كانت كتسمعني، الا كنتي كتسمعيني يا بنيتي الله يرضي عليك رجعي لدارك. وما هيبه راه ما كيتخصك يا بنيتي حتى خير، راني طلبه عطاره عليكم يا هيبه، راني نتلاوي عليكم يا بنيتي، راني ضياع عليكم في الزنقه، راه نتوما اللي عندي. انا ما بغيتش يا بنيتي نخليكم ونمشي، شحال من فرصه جاتني وما قدرتش يا هيبه، ودابا بنيتي الا كنتي تشوفيني رجعت، راني توحشتك يا هيبه، الله يهديك يا بنيتي والله يعفو عليك من الزنقه. هادشي اللي غنقول لك، عفو على وليدات المسلمين اجمعين، هادشي هو اللي غنقول هو هذا.